ساره بص، عايزه بصي. احكي لكم موقف. احكي لنا. في مره كنت كان جاي لي فلوس يعني، وكنت قلت هشيل مبلغ منها على جنب كده علشان ايه لو اتزنقت في اخر الشهر ولا حاجه. المهم ونسيت تماما، نسيته تماما خالص يعني، واتعاملت بقى ان انا معيش فلوس ورايحه استلف من ماما، بقول لها ماما لو سمحت ممكن تجيبي لي 200 جنيه لاخر الشهر. فهي بتقول لي ساره انت معاكي فلوس نشيلها في الدولاب، انت جايه بتاخدي مني وانت معاكي فلوس يعني؟ والله يا ماما والله مش معايا اي حاجه. قالت لي ساره لو قمت جبتهم لك. فانا قلت بقى دي كلمه الامهات العاديه، قلت ايوه لها لو ماشي يا قمت ماما هديها جبتهولك. لو لقيتيها يعني خدي منهم نسبه. وفعلا قامت جابت لي ولقيت فلوس انا كنت شايلها جوه الكتاب. لما شفت بقى افتكرت ان انا مثلا من شهرين لما كان جايه لي فلوس شلت فيها الفلوس في الكتاب ونسيت. فدي كانت احسن مره نسيت فيها في حياتي. ايوه ده حقيقي.